يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 38، الصغرى 27، إسكندرية 32، 23، مطروح 33، 24، بورسعيد 31، 23، الإسماعيلية 39، 26. أما عن السويس فالعظمى 29، الصغرى 26، العريش 29، 20، طابة 35، 25، شرم الشيخ 40، 27، الغردقة 40، 27. وإلى الأقصر حيث درجة العظمى 44، الصغرى 28، أسوان 45 والصغرى 28، الوادي الجديد 44، 30، شلاتين 37، 27، حلايب 34، 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.